في ايه؟ في ايه يا ساميه؟ الحمد لله ربنا استجاب لدعائي، لقيتها يا حسام، لقيتها. هي اللي لقيتيها وجايباني على بابي، وش بسرعه كده علشان الامنيه اللي كنت بحلم بيها، الانسانه المثاليه اللي هتجيب لك الولد اللي هيتربى بيني وبينك وبينها، يعني خلاص كده مشاكلنا كلها اتحلت. بص يا حبيبي، ايه رايك يا حبيبي؟ مين دي؟ عروستك. ايه رايك في القوتي ساميه؟ فيها كل المواصفات اللي احنا عايزينها، ما سبق لهاش الجواز، مقطوعه من شجره، يتيمه الام والاب، واهم من ده كله مش هنسمع لها صوت خالص يا حبيبي، مش كده يا اشجان؟ ساميه دي وهو ده المطلوب، مش هنسمع صوتها خالص ولا كانها موجوده. لا 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 لا، وحياة امي يا سامي انت اتجننتي ورسمي كمان، ايه اللي بتعمليه ده يا ولية؟ اشجان اهدي، ده قلبه فلة. طيب لا يا سامي لا، انت ما سكتش عليك ابدا، انت اتجننتي وجننتيني معاكي. ايه يا حسام، احنا مش اتفقنا اني اجيب لك واحده تتجوزها عشان تجيب لك الولد؟ يا رب يا رب يا تاخدها يا تاخدني، يا رب يا تاخدها يا تاخدني عشان ارتاح، دي مجنونه مجنونه يا اخوانا. اهدى يا حسام بس، اهدى اهدى. ما تقلقيش نفسك، هو كده زعبيب على ما فيش، هجوزهولك يعني هجوزهولك.